الحمد طبعا. لله، ده ربنا. طب قولي لي يا سلوى، انا جه عليا وقت ما كنتش لسه كبرت عشان ابقى اعمل دور الام، بس ده كان اللي معروض فعملته. انت حصل لك كده؟ بصي، هو انا شكلي بدي دور ام عشان انا، انت برضو صغنطوطه قد كده وبتاع. انا مش صغنطوطه، انا قصيره. لا صغنطوطه جسما، انا قصيره بس. لا لا، يعني جسمك يعني ايه، ممكن يدي فتره طويله انك انت ممكن تعملي. الشكل على فكره بيتحكم في الادوار كتير جدا يعني. فانا من وانا مثلا كان عندي 30 سنه عرض عليا استاذ عادل قطب ان انا اعمل دور ايمان ايوب، فانا حسيت انها كبيره عليا قوي يعني. ام ايمان ايوب، ام آه سوري، دور ام ايمان أم ايوب، انا اسفه. فلقيت انه ساعتها بقى طبعا كنت لا، ومش عايزه اشتغله، وانا لسه يعني ده انا لسه عاوزه اعمل فيديت لسه ام من وانا عندي 30 سنه. فالمهم ايه، قعد اقنعني، قال لي في امهات بيتجوزوا هم صغيرين، وقعد بقى عمل لي فيلم عربي كبير ومش عارفه ايه، وتبقي انت وبنتك كده قريبين من بعض وحاجات كده. ايمان طبعا صغنطوطه اصغر مني يعني، بس انا ساعتها حسيت انها كبيره عليا. بس ساعتها ما كنتيش تخلفيه. 30 سنه ده يعني في عز شبابها. فالمهم ايه، وكنت قبليها رافضه برضو، كان عندي برضو في الثلاثينات كده، لا ده بعديها باين. المهم يعني بعد كان ساعتها 31 سنه بعد بتاعت عادل قطب. بس بقى المره دي رفضت بجد، قلت ان لقيت اللي هطلع لها ام دي قدي. المره اللي بعد ايمان، المره اللي بعد يعني قولي دي ايمان ايوب اصغر مني وصغنطوطه وبتاع. فقلت لا، ده هي الحكايه شكلها كده مش نافع، فما رضيتش. كان ساعتها يوسف شعبان هو اللي مرشحني. اوكي. المهم بعد كده بقى الدنيا مرت وبتاع، لقيت نفسي يعني دخلت مرحلة خلاص هي كده كده لا محيس يا بني. لا، وانت راضية يعني في ميعادها، ولا اضطريتي تدخلي مرحلة الأم بدري شوية؟ بصي، هو كسنا حسيت انها بدري شوية، لكن كشكل لا، ممكن شكلي يدي الأم مش عارفة ايه بتاع. بس انا عايزة اقول كمان حاجة، ان انا كل الادوار اللي عملتها البدايه الجديده بتاعتي كانت مع كامله ابو ذكري. كل الشغل اللي انا عملته كانت الناس بتحبه، وكانت دايما تقابلني في الشارع. في ناس كتير كانت تقول لي انت ليه مش بطله اولى وحاجات كده، فده حب برضو الناس، ده حاجه جميله. وكنت حاسه ان هو بطوله في حد ذاته يعني، مش شرط ان انا اخد دور البطوله. سجن النساء بقى يعني عمل لي نقله جديده، يعني زي ما تكوني بداتي حاجه جديده او مشوار، مرحلة جديدة. فانا كنت يعني ايه، كاملة ابو ذكري لقيتها بتقول لي انت بتشوفي الفيسبوك وتقري عليه وكده، قلت لها انا ما عنديش اصلا فيسبوك. قالت لي لا، اعملي فيسبوك وشوفي الناس بتقول عليكي ايه. بتقول عليا ايه؟ عارفه انت ساعات بتمثلي عادي زي ما بتمثلي كل شويه، بس فجاه تلاقي حاجه يعني نورت كده عند الناس. لا ما كانش عادي، لا لا لا، كان خطير والله. في تركيبه كده غريبه في الدور. بصي هي سلوى برضو هتبقى فاهمه اللي انا بقوله، لانه الممثل بيبقى ساعات داخل جوه الدور لدرجه انه فاكر نفسه عادي يعني، عارفه اللي هو انت داخله جوه الموضوع، فبتهيألك ان انت هي الست دي وخلاص، انت الست دي. فايه اللي هو منتهى التمثيل يا استاذ؟ ايه ايوه، اللي هو منتهى التمثيل يا استاذ اللي انت بتقوليه ده. فالمهم قالت لي لا، اتفرجي وشوفي. المهم رحت بعديها عامله فيسبوك عشان اشوف فلقيت ما شاء الله الناس حابه الموضوع، وفي ناس كتير برضو تقابلني في الشارع. انت عارفه الجمهور في الشارع هو بيديكي، اولا بيديكي جوائز كتير، انت ما بتبقيش دريانه يعني. طول الوقت لما حد يبقى ماشي يقول لك نفس الكلام، انت كده واخده جوائز. هي دي جايه اصلا كبيره. فالمهم جت بعد كده، طبعا كان يعني نقله حلوه قوي قوي في حياتي. السجانه عندها تفاصيل كتير في حياتها يعني. هي ممكن تكتسب تفاصيل من السجن تكون صارمه فيها حتى في بيتها، ولا هي انت كنت عامله الميكس بين الاثنين؟ كان عندك انسانيه فظيعه جدا، وعلى الرغم من ده كان في الحديه بتاعت الاوامر في السجن. طبعا. ايه اللي لفت نظرك اكتر في الدور في تفاصيله؟ بصي، هو الدور فيه تفاصيل كتير زي ما انت بتقولي كده، اللي هو انت سجانه وفي نفس الوقت انسانه ليها اخطائها، ليها قوتها في وقت من الاوقات في الشغل، ليها حنيتها اللي هي جواها بقى كانسانه بره الشغل، وساعات جوه السجن تتعاطف مع حد ممكن تحس ان هو مظلوم، او تحس ان هو غصب عنه عمل كده حتى لو ده عمله او كده. وبعدين طبعا
كانت نيلي كريم ساعتها انا حاسه وقلبي حاسس ان بنتي